احلى تحيه بوجهها لكم جميعا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. واحلى شيء بعد نهار شغل وتعب يكون في هيك لعبه سهله وسريعه تقدر تشيل الهم عن القلب وتخليكم تربحوا مبالغ كثيره. قبل ما نبلش بالسحب لليوم خلينا نرحب بمندوب وزاره الماليه وعضو لجنه الرقابه جلال زيدان. كيفك اليوم؟ الحمد لله ماشي الحال. رح نبلش هلا مع اول سحب يلي هو يوميه ثلاث طابات رح تختارون ماشين ما كانت يومية. أول ثلاث طابات معنا لليوم شو رح بيكونوا؟ نبدأ مع أول طابة يلي رح تحمل الرقم 6. الطابة الثانية 3. والطابة الثالثة ليومية 3. كمان 3. 6 3 3 هول هن 3 طابات ليومية 3. إذا اخترتوا هالأرقام مشاهدينا ولعبتون بالدور يعني 6 من بعدها 3 من بعدها 3 بتضربوا المبلغ يلي دفعتوه ضرب 400 مرة. أما إذا قررتوا تلعبون حيلا أو عشوائيا ضربوا الرقم يلي دفعتوه ضرب 70 مرة. ومن يومية 3 شو رح بيكونوا 4 طابات ليومية 4. خلينا نرجع لمكنة يومية من جديد وهالمرة 4 طابات رح يبينوا عندكم على الشاشة. يومية 4 3 7 3 7 8 رقم حظك يا جلال بعد ما بين 3 7 8 و3 من جديد. شو قصتنا مع الثلاثة اليوم؟ 3 7 8 3 لكن هول هن طابات يومية 4. مشاهدينا إذا قررتوا تلعبوا بالدور تضربوا المبلغ يلي دفعتوه ضرب 4000 مرة. أما إذا قررتوا تلعبون حيلا أو عشوائيا ضربوا المبلغ يلي دفعتوه ضرب 150 مرة. حلوين. شو رح بيكونوا طابات يومية 5؟ خلينا هلا نشوف مع آخر سحب لليوم يومية 5 وهالمرة 5 طابات من جديد. رح يبينوا رح تختاروا المكنة يومية لليوم الثلاثة 12 تموز 7 8 5 طابة الرابعة 7 من جديد 7 8 5 7 وآخر طابة بسحب يومية 5 0 7 8 5 7 0 هول هن طابات يومية 5. إذا اخترتون مشاهدينا أكيد ألف مبروك. إذا قررتوا تلعبوا هالطابات بالدور تضربوا المبلغ يلي دفعتوه ضرب 40000 مرة. أما إذا قررتوا تلعبوا حيلا تكستوا حيلا يعني عشوائيا ضربوا المبلغ يلي دفعتوه ضرب 350 مرة. هول كانوا طابات يومية 3 يومية 4 ويومية 5. بس أكيد بدنا نرجع نتأكد من نتائج سحب اليوم مع جلال. تفضل جلال. سحبات يومية لنهار الثلاثة 12 تموز 2016 القيم الرابحة لسحب يومية 3 6 3 3 لسحب يومية 4 3 7 8 3 لسحب يومية 5 7 8 5 7 0. ألف مبروك للرابحين. أنا بدي أشكرك جلال لوجودك معنا اليوم بس بدي أقول لك إنه الرقم 9 رقم حظك بعد ما بين اليوم ولا مرة على أمل إنه شي نهار أرقامك يلي اخترتهم يبينوا. أكيد ألف مبروك لكل يلي ربحوا معنا لكل يلي ما حالفهم الحظ. قصتكم كثير هينة فيكم تتوجهوا لأقرب مركز من لا ليبانيز دي جو يعني وين في لوتو في يومية. وبقول لكم إنه الفرص هي كل يوم أكيد إنه أهم شيء إنه ما تنسوا التاكسو. برجع بلاقيكم أنا بكرة بالوقت نفسه أكيد بكرة يعني بكرة وبعد بكرة واللي بعده الثاني للجمعة كل يوم الساعة 7:30 أو 8 إلى 3 تقريبا المساء. برجع بلاقيكم بكرة. باي.